يا صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم، رجعت لكم من جديد. أنا علا بفيديو جديد، وكمان تأخرت عليكم هالفترة بسبب الأخبار اللي عم نسمعها والشي اللي عم نشوفه. ما بتخلي عند حدا هيك نفس إنه يعمل فيديوهات ويصور وينزل ويمنتج. عن جد يا جماعة هيك شوي نفوس تعبانة، فبندعي رب العالمين الله يرفع عنا البلاء ويلطف بينا ويرحمنا برحمته ويرضى عنا. أهم الشيء يعني الشيء اللي عم نشوفه وعم نسمعه عم بخلينا هيك قد ايه، يعني انه الانسان بيحب يعيش حياته ويكمل حياته، بس بنفس الوقت كتير عم نقهر على الشيء عم نسمعه. التعازينا لأهل ليبيا بالسيل اللي صار، الإعصار اللي صار، وتعازينا لأهل المغرب بالزلزال اللي صار، وتعازينا كمان لأهل العراق، والله يحمينا جميعا إن شاء الله. فهذا الفيديو بصراحة مصورته من قبل، بس حبيت انه انا اشاركه معكم لانه يعني هو هيك روتين يومي، له علاقة بالتنظيم، له علاقة هيك شوي نطلع من نحس هيك رجعنا لحياتنا الطبيعية يعني قدر الامكان. فمن ضمن الشغلات اللي رح تشوفوها بالفيديو رح احكي لكم على تعلقي بالفترة الاخيرة، مع اني ما كنت انا من هالنوع، حبي للتنظيم والمنظمات وهالقصص. فمثل ما شفتوا شاركت معكم اخر فيديو منظمات للمطبخ، وهلا عم بجهز لمنظمات البراد وغرفة المول اللي كلكم كنتوا عم تستنوها من زمان، وهلا منظمات لغرفة ليلي وغرفة النوم. الكونتوار بالنسبة للسرير قد ايه نفسيا وقد ايه صار هيك سهل بمتناول. فشفت انه هدول منظمات كتير بيساعدونا انه تسهل حياتنا هيك تعطي راحة نفسية، وبنفس الوقت الوصول للأشياء هيك بطريقة سلسة وسهلة. فالألعاب اللي عندي مشكلة فيهم إنه دائما قايمين قاعدين فوق بعض وكذا، فرحت على هذا المحل اسمه ياني تشاشي، مشهور عنا بعنتاب، له فرعين، واحد جنب التوجان اوتيل، يعني بتقدر تقولوا لي وين موقعه، ثاني بكرتاش، معروفين يعني هن محلات كتير كبيره. فهدول المحلات بتلاقوا عندهم كل شيء يعني ما بتتخيلوا قديش كل شيء، يعني شغلات ما بتخطر لكم بتشوفوها بتقولوا يعني هي ايه، انه انا ليش ما عندي اياها بالبيت تلزمني. فاغلب المنظمات باخذها من هنيك، فدورت كتير على كان في كتير خيارات بالنسبه للسلات، بالنسبه انا هيك كنت حاطه ببالي انه اخذ للكراتين حط فيها العابها، بس بدي كان حجمه كبير حتى يسعد الالعاب بمكان واحد. ف الشيء الحلو انه انا لقيت بالاخير شغله كتير حبيتها رح تشوفوها، وحسيت انها نسخبيات اسعارهم اغلى، وهن بصيروا لسله الغسيل او لسله الالعاب هي نفسها يعني. ف اللي اخذت لي اياها لليلي، هدول اللي عم تشوفوا قدامكم الخشبيات وكذا، هدول سلات غسيل بتصير لعب اللي كتير، اللي هي دروج عليها رسمات، في منها رسمات للمطبخ مثلا بتحطوها بالمطبخ، في منها للبنوتات للصبيان حسب ما انتم بتكون. فحبيت انا هي واخذت لها اياها، هلا رح تشوفوا بعد التنظيم كيف صار شكلها كتير حلو قد وسعت الالعاب بشكل مبين. يعني شايفين كميه الالعاب الموجوده عندي، كل هدول وسعتهم تخيلوا بهدول الدروج وطبقت لها اياهم، انه مثلا كل الالعاب الدباديب اللي بيبقوا هيك قماش وجواتهم محشيات بدرج، اذا بدها اياهم بتعرف لحالها انه اي درج. وهي كان الترتيب النهائي بعد ما رتبتهم ونظمتهم ونسقتهم وعلمت بنتي انه بترجعهم لمحلهم. فهي الشغله الحلوه، الالعاب الكبيره طبعا هدول ضلوا جنب هذا، بس صار تنظيم، كان دائما هدول الالعاب منشورين بكل محل. فهيك كان الترتيب مثل ما شايفينه قدامكم، عن جد بتعطي راحة نفسية، كتير كتير بتعطي راحة نفسية. ليلي هلا فائت ليلي من النوم، أي شغلة بعملها بغرفتها بغير لها ترتيبها أو بضيف شغلة جديدة بتعمل ردة فعل. هلا فقت من النوم، رح اقول لكم ليلي تعي ايش عملت لها. تعي هلا رح تدخل تشوف هيك فرح ولادكم شغلات صغيره، او حسون بقيمه هالشغلات. يعني هي من اول ما شافت الصندوق الا بدها تفتحها، كهنه فتحتها، كهنه ماما تعي شوفي كهنه كهنه واو ليلي وجيني حلوة؟ حلوة حبيتيها؟ تحية شوفي ايش هي؟ هلا هي ألعاب سكرية، سكرية ليلي؟ ايه افتحي غيرها، يلا افتحي هاي. ليلي؟
سكرية ليلي سكرية. يلا افتحي اخر واحدة. افتحي هاي رح تفتحي هاي بس ما رح تقدري تشوفيها. هاي افتحي هاي اخر واحدة. هاك حلوة؟ يس هيك صارت هي حتى تشوف ألعابها. يعني كانوا قلت لهم حفظين صندوقة واحدة قد كنت متضايقة منه، فلك وقت نظمتهم عن جد كتير مرتاحة نفسيا، حتى هي هلأ رح يسهل عليها. بس مع ذلك حسيتهم صغار دوبهم وسعوا في كتير ألعاب كانت مكسرة هيك كبيتها، فنسقتهم بهالطريقة. ليلي مامي حبيتيها؟ ليلي حلوة؟ واو هلأ جيت على محل زينب. يا الله يا الله، هالمحل بحسه نقطة ضعفي، يعني انه على قد ما حلو على قد ما بتحتار انه اشرحتنا. وهلأ جاي اخذ هدية لرفيقتي، فشو بحب دايما بقلكم الرفيقة اللي بحبها كتير بحبك اتعذب بهديتها واتنعنع فيها. فدخلت كان ما في عندي ولا فكرة ببالي، بس حبيت شغلة كتير كتير حفرجيكم اياها. لكن محتارة بين الخشبيات وبين الجبصين، فأخذت الجبصين، اخترت الجبصين. هذا الصحن كتير لفت لي نظري، كتير حبيته، كتير كبير على فكرة. في كتير أشكال وموديلات وصواني، حسيت الصواني خلاص صار يعني إنه الجاهز فيه مليان يعني. فهذا الصحن، وهي بما إنه أكتر حيوان بتحبه أو أكتر طير بتحبه النسر، فالحمد لله لقيت نسر صغير. هلا رح فرجيكم شو الفكرة قدي طلعت حلوة. هذا النسر اوكي، فاخذت النسر واخذت الصحن وراح الزق النسر على الصحن بهالطريقه بحيث يكون صمديه. بنحط فيها شوكولا، بنحط فيها ضيافه، بنحط هيك بنص الغرفه. شوفوا شو قد حلوين واكابريات. هي بتحب النسر بس هلا بدهم يلونوا لي اياه، فجتني هاد. هي اوريدي ملونته اللون الفضي، بس انا لا حابه اخذه الذهبي اللي معتق، اعمله مثل ذهبي معتق. فرح نشوف كيف رح تطلع النتيجه. رح تلزق النسر على الصحن. اوكي، فهدول وقت انتم بتاخذوهم كخامات بتبقى اسعارهم انسب ما انتم تاخذوهم جاهزين. بس هن هون الدهان اللي بيدهنوه والمواد اللي بيستعملوها بتكون شوي غاليه، فمشان هيك بتصير بتكلف شوي، بس بتستاهل. انه هاي بالنسبه للالوان اللي عم بقلكم عليها هيك معتق، هذا اللي اسمه معتق انتيكا بيسموه. فانا قلت لها انه بدي اياه يكون انتيكا. هلا هي رح تدخل لي لون تاني، بس انا محتاره بصراحه باللون التاني. هذا اللون الذهبي اللي اخترته مثل هذا اللون الذهبي. اللون التاني عم بختار لي اخده هذا اللون هيك العلى ازرق، حبيته قلت هيك بيطلع غريب. او لون المينت كمان حبيته، رح بورجيكم لون المينت. هاد كمان هيك بيطلع حلو معتق. محتارة بالنسبة للون. هذا الصندوق كتير حبيته، هاد خرج هيك هدية او ينحط فيه شوكولا. اي المهم، فهي الاختيارات اللي اخترتها. فرجيكم هلا شو عاملة اضافة زينب كتير حبيتهم. هدول هي منجتهم وهي مدحنتهم وهي ملونتهم. هدول العتق القدامة اخذتهم من بيت نانتا، كانت تكبهم اما قالت اعطيني اياهم انا برجع بجددهم. شوفوا لي كيف عملتهم، شقد مزوقة، شقد بتحسوا هيك القديم وقت اللي بتجدد بيعطي. يعني ما بقى بتلاقوا هلا بالسوق هيك موديل قلاطق. وهي الطاولة عرفتوها، هي المشهورة القديمة كتير، تخيلوها خشب ومأحوطة هيك. طلعوا شو عملت لها الرسم اللي عليها وكذا. فهي الشغلة الحلوة، تكون عندكم شغلة قديمة لا تكبوها، ارجعوا جددوها، بتعطي جمالية أكثر من الشغلات الحديثة اللي هلا عم نشوفها. هلا بالسوق الكواليتي اللي عم نشوفها شي بكبوا بعمي، شي يعني ما بتخيلوا قد ايه بشع. فأنا نزلت بدي آخذ هدية لرفيقتي، أدور ما في، كله أبشع من بعضه عن جد. فهون مثلا بدك تاخذي صندوق، بدك تاخذي أي شيء، في مليان أفكار. بتاخذوا اللي بدكم إياه، بتطبقوه على حسب لون غرفتها، على حسب الألوان اللي هي بتحبها، وفيكم تعملوا
هيك افكار. شوفوا المطبخ هلا زينب شد حلو هذا المطبخ. هون الصبايا عم ياخذوا دروس. جرب الالوان فمحتارين بال ايه جزال زينب شنو شيء جديد ايفيت فيسيا شو اسكي اسكتما. شوفوا هاي الالوان في هذا اللون الاكشف بس انا حبيت هذا على برونز. في هذا كثير كاشف ذهبي. اي هذا صعب على بالك انا. اي تمام. عند اختي وعندنا نزع الحديد هلا جو بلش يصير برد وهيك فهي هيك اخر فصل صيف بنحب نزع الحديد المسا لانه تكون هيك حلوه ورايقه. فشو بنعمل؟ بنتعشى بالحديقه انا ورفقاتي فبنطلع بنكمل وبنشارك بالحقيقه يعني بنقعد سهر بعد ما ننيم اولادنا على فكره. بنترك جوازنا عندهم وبننزل هيك عم بصير فينا يا شغله ساعتين من دردش وهيك قاعده بالحديقه حلوه. فرولا عملت هي الاكله كثير حبيت الرول بشبه المسخن بس ما فيه سماء فيه خضار مع التشيكن ولففتهم بخبز التوريلا وحتى فشل جميل يعني طلعوا شغله على فكره بس تعملها ثانيه رح اقول اياهم الطريقه. هلا الشغله الثانيه كانت رولا جايبت لي مفاجاه هذا الشوز حبيناه على الانستغرام شفنا الموقع كان عنده كتير ألوان حلوة وتشكيلة حلوة وأسعاره كانت مناسبة فهي الاسم القطعة واللي كتير صار عم بحب هدول هالحذاء هذا الموديل اسمه لوفر كتير عم بحبهم لأنه عمليات وبيعلوا ومريحات كتير وبنفس الوقت هن كتير ترند هلأ بتركيا. فأخذت عدة ألوان منهم فرجيتكم هلأ هذا الذهبي هذا كان هدية من رلوشة والحلو أنه ذهبي يطلع على كل الألوان أخذت لون ولون أورانج أخذت لون عسلي بصيروا حلو حلاوتهم بصيروا الصيف وشتاء وبزبطوا حالاتهم مع سوريتشيك يعني مع اللبس السبور اللي الرياضة بيلبقوا بنفس الوقت مع السبور مع اللبس الرسمي كمان بيلبقوا. مثل اشتغل تنظيمنا الحقيقة ورائع مهارات تنبهية كثيرة اللي نزل كل يوم يتفاجئوا بأولادكم انتوا تطلبوا مهارات بالعبية شغل بس ما كانت تقدر تعمل حال عم تدرب حالي حال تبدأ تجرى أشياء كم حالة من الأمراض لأنه أكثر أمراض وتنتقل للحياة فلما بيكون حريص أنه نتاحهم إذا مو نظفون ورقم بلاص هي بقى عندنا أكثر الأمراض اللي مضى كانت بسبب الحقيقة. الشغلة الثانية أنه ما يلو حالة مسافرهم بدك بالنسبة للحقيقة كلها تماما أنه نسمي وهي بس بنفس الوقت انتهي من الحقيقة يحوي ولاد بعض الغار وشباب وكذا فما يبهوا يعني البرد ما عندك يعني الأكلة كذا لطشة بالطابة طابة كرة السلة مثلا وهيك فهي الشغلة اللي هيك ما تضل عيونا عشان شو بتشتغل بتطلع عشان اللعب وترجع على البيت فنيانة يعني هيك بتحط راسها فورا بتنام بعمق لانه اول شيء اخذت اكسجين وفتره الطالع عندها وبنفس الوقت قرب الصيف يخلص فالشتاء ما بننزل على الحديقه كثير فكثير فعلا بننزل على الحديقه وهي كثير كثير مثل الافلام. وبس هيك يعني شاركت معكم هالفيديو خفيف ما يكون سخيف بظن الفيديو ان شاء الله حبني كثير كثير بكون حالكم شكرا على الفيديو ان شاء الله باي باي.